في 18 من إبريل من عام 2005 وفاة السياسي والاقتصادي اللبناني باسل فليحان. قام السياسي بالعديد من الإنجازات، فقد كان مهندس المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده في باريس، وقد قامت بعض الدول بمنح لبنان قروضاً ومساعدات مالية تبعاً لذلك المؤتمر. وقد أصيب باسل فليحان ضمن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتوفي السياسي والاقتصادي اللبناني باسل فليحان عن عمر يناهز 41 عاماً.